السلام عليكم. انا غنكمل معكم هذا الامتحان. هذا انا فضلت انني نقسم لكم هذا الامتحان المحلي يعني جزء بجزء احسن باش تفهموا كل درس كيفاش ممكن انكم تتعاملوا معه. ومهم كاين بعض الجهات اللي كيتحطوا فيهم هاد التمارين كاملين، وهذه جهات خلاص دار البيضاء بطبيعة الحال غيتحط فيها التمارين كاملين، وكاين بعض الجهات اللي ما كتحطش فيهم، ما كتحط فيهم 5 تمارين 4 تمارين، بخاطر كيجمعوا تمرين في مباراة فيثاغورس وطاليس في تمرين واحد، وتمرين اولا كيجمعوا هاد التمارين يبقاو بحال دابا التمرين الخامس هو التمرين ديال الحساب المثلثي، والتمرين السادس هو الدرس ديال الزوايا المحيطيه والمركزيه. انا كنتمنى قبل ما نبدا تشجعوا القناه، كليكوا على جيم، بارطاجيو مع صحابكم باش تستافدوا كاملين ان شاء الله، بالتوفيق للجميع. بالنسبه لهذا التمرين الخامس ديال الحساب المثلثي غنوريكم كيفاش تتعاملوا معاه، سهل جدا، ما تضيعوش نهائيا 2 نقاط ديالو، غالبا كتحطوا 2 نقاط ما تضيعوهاش مره لانه سهل بزاف. عندكم 2 ديال الخصائص عقلوا عليهم، الا تحط لكم بحال هكا حاولوا تضربوا ديك النقيطه. نبدا. غادي نصور لكم في الاخر، غتلقاو التصاور ديال التمارين شي اللي ما كيبانش كيبانلوش يبان، وديك الساعه تسكرينيهم عندكم وراجعوا التصحيح. لو عندنا التمرين الخامس، عندنا كيقول لكم هنا الفا قياس زاويه حاده بحيث الكوس ديال الفا كيساوي جذر 5 على 5. الوغ الفا هي زاويه حاده، يعني الزاويه حاده هي محصوره ما بين 0 و 90 درجه. عطاكم الكوسينوس ديالها كيساوي جذر 5 على 5. احسب السينوس ديال الفا و طونجونت ديال الفا. بزاف ديال التلاميذ تبارك الله اللي كيكونوا بريباريين كيخدموا 8 ساعين كيجيبوا 20 19 ونص 18، يعني في الامكانيه ديالكم انكم تجيبوا هاد النقاط هادو ان شاء الله. المهم غير حاولوا انكم تركزوا ما تخلعوش. اذا هندي السينوس كيفاش نحسب؟ مثلا ملي كيكون عندي كوسينوس ويقولوا لي حسب السينوس والطنجونت، كنخدم عندي 2 ديال الطرق. عندي بالنسبه للسينوس كنعرفوا ان الكوسينوس اس 2 ديال الفا زائد سينوس اس 2 ديال الفا كيساوي 1، هذه و وكنعرفوا كذلك ان سينوس الفا على الكوسينوس الفا كيساوي طنجونت ديال الفا. بهادو بجوج غادي تخرجوا، ولكن كاينين وحدين اخرين ديال الحساب المثلثي اللي كنخرجوا بهم بالحق، هادو هما اللي مشهورين بزاف اللي كنستخدموهم بزاف، وهما اللي غنخدموهم في هاد السؤال. نعلم كتبوا نعلم ان اذا غتكتبوا لدينا كتعرفوا ان الكوسينوس كاري الفا زائد سينوس كاري الفا كيساوي 1، يعني ان ماذا؟ يعني الا بغيت تحسب هاد السينوس الفا غادي ندير اذا سينوس او كاري الفا كيساوي 1، هاد الكوسينوس نردو الجهه الاخرى يولي ناقص، هي 1 ناقص الكوسينوس او كاري الفا تساوي، اذا سينوس او كاري الفا كتساوي 1 ناقص الكوسينوس، هي 1 ناقص شحال كتساوي الكوسينوس الفا؟ كتساوي جذر 5 على 5، جذر 5 على 5، ولكن غادي نرفعها او كاري حيتاش هنا عندي الاس 2. نكمل الحساب، هي 1 ناقص جذر 5 اس 2 هي 5 على 5 اس 2 هي 25. هنا غنوحد المقام، نتمنى يكون كيبان لكم. هنا غنوحد المقام، هنا راه 1 هي 1 على 1، 1 في 25 25، كنضربوا هذا في هذا 25 اولا. المهم باش نوحد المقام خصني نضرب في نفس، خصني يكون عندي نفس المقام هنا وهنا، اذا هنا عندي 1 خصني نضرب هنا 25 وهنا نضرب في 25، اللي ضربت فيه هنا في المقام كنضربو في البسط. اذا هي غتكون المقام 1 هو 25، وهنا 1 في 25 هي 25 ناقص 5 تساوي 20 على 25. نقدر نختزلها نقسم على 5 هنا ونقسم على 5 هنا، 20 على 5 هي 4 و25 على 5 هي 5. اذا سينوس اس 2 ديال الفا هي اللي كتساوي 4 على 5، ردوا البال اس 2
حنا طلبوا منه سينوس ديال الفا ماشي سينوس اوسيتنا، يعني ان سينوس ديال الفا الا بغيت نحيد الاس كندخل الجذر، هي جذر 4 على 5. جذر 4 على 5 هي جذر 4 من فوق على جذر 5. ممكن نفرق الجذر قلت لكم في الضرب وفي القسمه. جذر 4 هي 2 على جذر 5. بغيتو تخليوها هكا، يعني ان سينوس الفا كتساوي 2 على جذر 5، راكم صحاح ما غلطينش. بغيتو تخلصوا تحيدوا داك الجذر من المقام افضل، حيدوا الجذر من المقام. وريتكم كيفاش تحيدوا ملي كيكون عندكم رقم واحد، ملي كيكون عندي رقم واحد فيه الجذر تحت في المقام كنضربو في نفسه. اذا عندي جذر 5 غنضربها في جذر 5، يعني في نفسها كيما ضربت في المقام خصني نضرب حتى في البسط. 2 في جذر 5 تساوي جذر 5 في جذر 5 هي جذر 5 و 2 كتبقى هي 5. 2 جذر 5 هذه هي السينوس ديال الفا. اطروها باش تبان هذاك مصحح دغيا القاها وصحه. طونجونت ديال الفا، طونجونت ديال الفا قلت لكم هي السينوس ديال الفا على الكوسينوس ديال الفا. كتعوضوا كتقولوا لدينا او نعلم ان سينوس الفا شحال هي، لقيتوها هي 2 جذر 5 على 5، والكوسينوس هي جذر 5 على 5. تعوضوا. اذا ملي كيكون عندي كسر فوق كسر، هو الكسر اللي من الفوق مضروب في المقلوب الكسر اللي من تحت في 5 على جذر 5. كنختزلوا ب 5 مع 5 لان عندي الضرب، كنختزلوا جذر 5 مع جذر 5 كتبقى كتساوي 2. ردوا البال واحد القضيه، السينوس والكوسينوس دائما محصورين ما بين ناقص واحد وواحد، نتوما كتقراو ما بين 0 وواحد. طونجونت ممكن يكون كيساوي، ممكن يساوي ليا اكثر من واحد، هذه عقلوا عليها لان الطونجونت ما كيكونش في دائره، الطونجونت عباره عن مستقيم. صافي. دونك السؤال الثاني، احسب ما يلي. سي كتساوي سينوس او كاري 30 درجه زائد 4 كوسينوس كاري 40 درجه زائد سينوس ديال او كاري ديال 60 درجه زائد 4 كوسينوس او كاري 50 درجه. اذا هنا لاحظوا معايا، ملي كيكون عندي سينوس ديال اكس او كاري زائد كوسينوس اكس او كاري يعني نفس الزاويه كيساوي واحد، كيساوي واحد. كذلك واحد القاعده كتقول ان سينوس او كاري اكس زائد سينوس او كاري ايغريك حتى هي كتساوي واحد في حاله الا كان عندي اكس وايغريك زاويتان متتامتان، متتامتان يعني كيكملوا بعضياتهم. يعني الا درتي اكس زائد ايغريك كتساوي 90 درجه، هذه قاعده عندكم عقلوا عليها، وهي اللي غنطبقوا هنايا في هذه. بمعنى بحال دابا هنايا عندي سينوس او كاري 30، الا زدت عليها سينوس او كاري 60 بحال هذه، 30 و 60 جمعتها تعطيك 90، اذا متتامتان، اذا المجموع ديالهم يعطيك واحد. وعندك هنا زائد 4 كوسينوس، غير كنرتب دابا غير كنحط شي حدا شي اللي كيتشابهوا اللي كيكملوا بعضياتهم. 4 او كاري 40 زائد 4 كوسينوس او كاري 50. اذا هنا سينوس او كاري 30 زائد هاد سينوس او كاري 60 راه هي الكوسينوس او كاري 30 زائد هنا 4 4 غتعملوا بها غتبقى لكم كوسينوس او كاري 40 زائد كوسينوس او كاري 50. سينوس او كاري ديال اكس زائد الكوسينوس او كاري ديال نفس اكس كيساوي واحد، اذا هاد المجموع ديالهم كيساوي واحد زائد 4 عامل هنا كوسينوس او كاري 40، 40 و 50 90، اذا متتامه. اذا ممكن نقلب واحده في هادو، يا هذه غنردها سينوس والاخرى تبقى كوسينوس، يا هذه اولا العكس، ندير كوسينوس او كاري 40 زائد سينوس او كاري 40. داكوغ. اذا هنا هذه كتساوي واحد، ان القاعده كتقول سينوس او كاري ديال شي زاويه زائد الكوسينوس او كاري ديال نفس الزاويه كيعطيك واحد، وكذلك ان سينوس او كاري ديال الفا كيساوي الكوسينوس او كاري ديال 90 درجه ناقص الفا. عقلوا على هذه القاعده، وهي اللي كنطبق انا هنايا،
يعني كيكملوا بعضياتهم. يعني هنا مثلا عندي سينس اوكاري ديال 60 راه هي الكوسينس اوكاري ديال 30. علاش ديال 30؟ لان الا جبتي 60 مع 30 تعطيك 90، والكوسينس اوكاري ديال مثلا 40 راه هي الكوس هي سينس اوكاري ديال 50 والعكس. دونك هنا نفس الشيء. اذا هنا غادي تبقى لي 1 زائد 4، هذه المجموعه ديال هو 1 زائد 4 في 1 هي 4. اذا الحساب اللي خرج لي هو 5. كنتمنى تكونوا فهمتوا. الوغ هذا هو التمرين، غادي نصوروا لكم في الاخر لا فيديو، وفيديو وحده اخرى غادي نخدم معكم، هذه ما نطولش فيها ان شاء الله. وعندك ساعتين نشوف نقلب لكم على الفيزياء. اذا عندكم بعض هذا اقتراح صيفطوا لي في هذا اقتراح ديال موحد ديال الفيزياء نخدم معكم ان شاء الله، اولا ندير معكم ملخص بسيط. بون كوراج، شجعوا القناة ان شاء الله، بالتوفيق للجميع.